مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد في هذه اللحظات بيسعدنا نكون معانا كابتن اسامه عرابي المدير الفني طبعا لفريق طنطا. كابتن طبعا اسامه في البدايه برحب بيك، واكيد طبعا مسؤوليه كبيره ومهمه يمكن اولى المباريات، لكن قول لي النهارده، يمكن النهارده كنت جاهزين بدنيا بشكل كبير، النهارده اديتوا مباراه رائعه امام النادي الاهلي، قول لي النهارده تقييمك للمباراه كان ايه، وشفت اداء النهارده النادي الاهلي وادائك النهارده ازاي؟ الحمد لله الاول على النقطه، طبعا مع بطل افريقيا والمرشح الاول للدوري العام، الحمد لله اللعيبه كلها ادت اللي عليها النهارده، بذلوا جهد كبير من اول دقيقه لاخر دقيقه، ما تهزوش حتى لما جه فيهم الجون، ودي حاجه كويسه. النادي الاهلي لما بيلعب بعد هزيمه بيبقى صعب جدا، فانا يعني من المواقف الصعبه اللي قابلتها ان انا اول ما تولى المهمه بعد 10 ايام او 9 ايام يبقى النادي الاهلي هو مغلوب كمان الماتش اللي قبله، والاسماعيلي امبارح كسبان، يعني النادي الاهلي طبعا بيجي شرس جدا، فالحمد لله ان اللعيبه قدرت تستحمل طوال 90 دقيقه، ادوا ما عليهم، بذلوا جهد كبير، فالحمد لله على التوفيق، واتمنى ان شاء الله استمراريه في الفتره القادمه ان شاء الله. شايف ان في سوء توفيق قبل النادي الاهلي النهارده، ولا كابتن اسامه قدر النهارده يقفل على محاور ومراكز طبعا بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي طبعا فرقه كبيره كلها لعيبه دوليين، احنا كافحنا كتير قوي، بس الخطوره الحقيقيه على المرمى ما كانتش واضحه قوي، يعني حتى الجون جه بخطا وفي دفعه يمكن من ازارو، ما كانش فيه هجمات خطيره، لكن هو مسيطر الاهلي اكتر، طبعا بيحاول اكتر، عنده عدد قرارات اكتر، لكن الحمد لله الخطوره كانت اقل. شكرا. كل الشكر طبعا وتقدير الكابتن اسامه عرابي طبعا المدير الفني لفريق طنطا. زي ما بنقول طبعا النادي الاهلي النهارده نقطه واحد، النادي الاهلي كنا اكيد بنتمنى النهارده ان هو يحصل على 3 نقاط هامين في مشواره طبعا في بطوله الدوري العام، لكن لسه المباريات متتاليه، النادي الاهلي طبعا صاحب النفس الطويل، ان شاء الله بيتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من استاد غزل المحله، ولقاءات خاصه هنا من استاد المحله.